إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، طبعا حضراتكم تابعتوا الأحداث اللي حصلت معايا في رحلة البحث عن أطفالي المختطفين من ناس للأسف متعرفش الرحمة، وبشكر كل الإخوة والأخوات اللي سألوا عني، وبعتذر طبعا لعدم الرد على كتير من الإخوة والأخوات لانشغالي ولعدم وجودي دايما على الموبايل علشان أرد، فجزاكم الله خير الجزاء. وأنا عن نفسي مقدرة قلق الناس عليا وعايزة تعرف آخر الأخبار عن موضوع ولادي. طبعا أنا بحب أمشي في الطريق القانوني لأن مصر دولة قانون، والمفروض مفيش حد فوق القانون لأننا أمام القانون سواسية، سواء مسلم أو مسيحي، فالمفروض القانون يتطبق على الكل بلا استثناء. وتطبيق القانون لاحظناه في قضية مقتل القس أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماري بولس في كرموز في الإسكندرية، اللي تم فيها الحكم بحالة أوراق المتهم بالقتل للمفتي، طبعا خد إعدام. وطبعا بدأت القنوات المسيحية تشكر القضاء المصري على الحكم ده، ومصممين يدخلوا الموضوع ده في دائرة الطائفية. احنا كمسلمين برضو بنشكر القضاء على الحكم ده، وبنشكره على تطبيق العدالة للمواطنين بغض النظر عن اي اعتبارات سواء كانت دينية او اي حاجة تانية. القضية التانية برضو اللي ظهرت وتم البت فيها بسرعة شديدة، قضية ماري مجدي اللي ظهرت في فيديو وجوزها بيضربها بقسوة شديدة وبدون رحمة. النيابة طبعا امرت بحبس جوزها وليد سعد ايوب 4 ايام على عزمة التحقيق، وطبعا انا بطالب بتوقيع اقصى العقوبة على الراجل ده علشان يكون عبرة لمن يعتبر. انا اسمي ماري مجدي، متجوزة من 20 سنة، ام لثلاث بنات اكبرهم 17 واصغرهم 11 سنة. للاسف انا جوز ما كنتش اعرفه خالص، يعني يعتبر جواز صالونات، وهو طلع مدمن ادمان مخدرات. الموضوع اللي حصل يوم الواقعة، هو كان من غير شغله عايز فلوس، فابتدينا في مشاجرة انه هو لا ما فيش، فببص لقيته بيفتح درج الكومودينو، انا عارفة ان هو شايل حاجة زي كده، فخرجت انا والبنتي بره. كان هدفي ان انا امشي البنت لاني كان قصدها، كل اللي انا قلته لها اجري اطلعي. فببص لقيت شومة بتنزل عليا، الفيديو اللي حضرتكم شفتوه، كملنا جوه في الاوضة، جريت على جوه على الاوضة. واحنا الفيديو من بشاعته مش قادرين نعرضه حتى في اللايف. عايز اقول لحضرتك ان في فيديو اكبر من كده، بس للاسف الحكومه خدته وكانسل الهارد وحرزته. تمام. وكنت هموت بالسكينه. طيب ايه بقى اللي حصل بقى ساعتها لما خد الشومه؟ ابتدى يضرب فيا، وانا زي ما حضرتك شايف انا مش عارفه ادافع عن نفسي، حاولت اجري في اي مكان ورا الباب، لولا ستر ربنا ان الباب ما اتقفلش علينا لاني غزني بالسكينه مرتين في جنبي. طيب حاولت ايه تطلقي منه ولا ما حاولتيش؟ يعني اطلع منه، احنا مسيحيين وجواز نصارى، ويعني كان ممكن اروح بس ما اعرفش. يعني احنا جوازنا جواز مسيحيين، وزاد ان احنا معانا بنات، فكل اللي يتكلم انت معاكي بنات واستحملي، لكن انا مش اقدر استحمل اكتر من كده عشان خاطر بناتي هم اللي متدمرين. الكنيسه ما اتحركتش، يعني انا حبيت يعني حاولت افتح ملفي بس الكنيسه ما اتحركتش، ويجي يقولوا لي بناتك وعيالك وبيتك وصليبك زي ما عندنا بيقولوا في المسيحيه. بس للاسف انا اقتنعت النهارده ان ما فيش صليب بالوحشه دي، الصليب عمره ما كان وحش كده عشان اقدر اقول ان صليب. فانا مش قادره اكمل ومش قادره اكمل، ويا ريت اي حد يسمعني يساعدني لاني انا كده خلاص. ولكن كل ما اطلبه هو ان اعامل بالمثل زي الناس دي، وأن يتم تنفيذ القانون في محاسبة المقصرين والمسؤولين عن اختفاء أولادي. أنا بقى مش أقل من الناس دي، زي ما القانون يتطبق عليهم أنا بطالب القانون أنه يتطبق عليا. طبعا الاستجابة بتكون سريعة لاستغاثتهم. طيب أنا كمان عايزة أبقى زيهم، يعني أنا بناشد القائمين على تنفيذ القانون أنهم يطبقوا القانون في حالتي. انا بتهم التهم المباشر والاول لابوهم خير شوقي توفيق جرجس اللي بهدل العيال معايا وسربهم حتى من التعليم، ومنع ابني بيتر من حضور امتحان اخر السنه علشان ما اقدرش اتمكن منه، وعلشان تكتمل منظومه الظلم
بيتعاون مع مديري المدرسة الإنجليزية معايا تعاون كبير، بالرغم طبعا من اختلاف طوائفهم الدينية، لكن على رأي المثل الشعبي اللي بيقول أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. هو مسيحي أرثوذكسي والمديرين مسيحيين إنجليين، لكن تم التحالف ما بينهم علشان خاطر يبقوا ضدي، لأن أنا أعتبر غريب عنهم، أنا بقيت ست مسلمة وهم ناس مسيحيين. لكن أنا عندي يقين بالله إن ربنا هيكبر بخاطري، وعندي ثقة في القضاء المصري والقائمين على تنفيذ القانون إنهم هيجيبوا لي حقي ويمكنوني من الحصول على أطفالي الصغار. أنا مش هنسى ومش هتوقف عن المطالبة بحقي وأولادي الصغار. طبعا أنا بترجاكم نفذوا القانون، نفذوا القانون زي ما نفذتوه على غيري، يعني أنا مش بطالب بأي حاجة زيادة عن حقي، أنا بطالب بإن القانون يتنفذ في حالتي زي ما تنفذ على غيري، ده بسرعة، الاستغاثات بسرعة. اشمعنى أنا القانون متعنت معايا؟ من فضلكم، من فضلكم ساعدوني إن أنا نفذ قانوني في الموضوع بتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي، الله يا الله يا الله، إن لم تكن قربي وترحم خافقي من لي سواك يغيثني رباه، هذه دموع التوب أذف حرها، رضيت ربي كيف لا أرضاه، ورضيت ربي